طيب ناخذ مكالمة أخرى من سيد عادل من المملكة العربية السعودية، أهلا بك. أيوه تفضل. السلام عليكم. سلام لك، تفضل. معليش أنا بدي أسأل سؤال، بس أنا أحب تعاليم المسيح، في هناك صوم، صلاة، صيام في الدين المسيح؟ بالظبط، ده حاجة جميلة جدا. شوف يا أخ عادل، احنا مبسوطين باتصالك ومسؤولين مبسوطين قوي بأنك أنت بتحب تعاليم المسيح. موجود في إنجيل أو بشارة متى إصحاح 6 شعائر الصدقة والصلاة والصوم. يبقى العبادة عندنا في الخفاء بينك وبين ربنا، مش لازم قدام الناس. بس فيها نقطة مهمة قوي يا أخ عادل قبل ما تمشي، انت بتقول بتحب تعاليم المسيح، صح؟ انا سمعت صح؟ انا متابع البرنامج، دايما متابع البرنامج. انت بتقول بتحب تعاليم المسيح، صح؟ نعم نعم نعم، احب المسيح واحب تعاليم المسيح. وتحب المسيح؟ المسيح. طيب تحب؟ نعم نعم. طيب تحب تقبل المسيح يا عمي؟ نعم نعم نعم. قول له طب صلي معايا. المسيح واحب تعاليم المسيح. طب صلي معايا، قول له يا رب انا بقبلك يا رب، انا بقبلك يا رب. يا رب امين، وادخل قلبي وحياتي يا رب. يا رب وادخل قلبي وحياتي يا رب. خلصني يا رب. يا رب خلصني يا رب. اشكرك لانك سمعت ليا. اشكرك لانك سمعت ليا. امين امين. الرب يباركك، الرب يباركك يا اخ عادل، الرب يحافظ عليك. مبروك عليك الخلاص. الله وياك.